نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية البنك التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وقد تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا بتقدمها وزارة الصحة، كونها ان هي بتقدم الخدمة مجانا بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة التانية كمان هي بتوصل للمواطنين واللي محتاجين الخدمة توصل لهم لحد عندهم، خصوصا اهالينا من كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي اللي هي تبعد عن مكان إقامة القافلة بأكثر من 20 كيلومتر. خط سير المريض في القافلة بيبدأ عن طريق شباك التذاكر، المواطن بيقطع التذكرة وزي ما قلت مجانا، وبعد كده بيتوجه للعيادة اللي هو عايز يتلقى الكشف فيها. الطبيب بيحدد الاحتياج المريض سواء كان محتاج فحوصات، موجود عندنا الأشعة العادية وموجود السونار وموجود طبعا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل. طبعا دورنا في القافلة إن احنا بنوجه المواطن مرورا بشباك التذاكر أولا، ثم بالعيادات، ثم بنسأل على المواطن لو حد طبعا عايز يعمل تحاليل بنوجهه للمعمل. أي مواطن طبعا في طبعا بخصوص إن في ناس ما بتعرفش تقرا ولا تكتب بالنسبه للقراءه والكتابه، طبعا احنا بنحاول نوجه المواطن ده ان هو مش عارف يقرا مثلا، ان شباك التذاكر فين، المعمل فين، الكلام ده فين، احنا بنحاول نوصل له ونسهل له الامور. بنتكلم عن الامراض المعديه اللي موجوده في المجتمع، بنتكلم عن الامراض المزمنه برضه نفس الشيء، اي مرض مستحدث او اي مرض جديد زي مرض جدر القروض بنعرف برضو المواطن عليه، على اعراض المرض وطرق الوقايه منه وازاي نحمي نفسنا منه. الحقيقه موضوع التثقيف الصحي من المواضيع المهمه جدا اللي احنا بنحاول نوصلها للناس. مش بنتكلم عن عناصر التثقيف الصحي كموضوع امراض وغيره، لا، ده احنا بنتكلم كمان على الخدمات الصحيه اللي بتقدمها القافله الطبيه للمواطن عشان يستفيد منها بقدر الامكان وان هو يبقى بصحه وسلامه لاطول فتره ممكنه. النهارده فوجئنا بقافله طبيه عندنا في القريه. في عزبه البنك، بصراحه ربنا يبارك فيهم الساده الاطباء، قاموا بجميع التحاليل، ضغط، سكر، دم، نظر، بطنه، كل حاجه بسم الله ما شاء الله، قاموا بجميع التحاليل والاشعه، والاشعه معايا هي يعني انا كل حاجه في ايدي هي يعني وشغاله. وربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحة والحمد لله، ونشكر حياة كريمة.